حضرتك عملت مشكلة على استخدام صوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي، وبعد المشكلة دي شفنا كمية أغاني كتير جدا نزلت بالذكاء الاصطناعي وحضرتك ما خدتش أي رد فعل. هل كانت المشكلة شخصية مع عمرو مصطفى؟ لا شوف، احنا مش عايزين نشخصن ونجيب اسماء، انما مشكلة الاي اي انه لسه ما تحطتلوش الضوابط. كل مرحلة في المصنفات الفنية لما بيستجد جديد في الاستغلال بيحصل فيها دربكة، وانا قلت في احاديث سابقة ان الدربكة بتاعت الذكاء الصناعي دي هتاخد لها 5 سنين عشان تستقر. انا اتمنى ان المرحلة بتاعت الذكاء الصناعي دي ما تطولش كتير. مؤخرا مثلا منصة من المنصات حذفت 3000 اغنيه، كل ما هو معمول بالذكاء الصناعي حذفته من على المنصه بتاعتها. معنى انها حذفته معناها انها نمره واحد مش عايزه تدخل في مشاكل مع اصحاب الاصوات، نمره اتنين يمكن الاغاني دي لم ترتقي الى انها تكون اغاني تنسب الى فنان ما.